سامر الناصر من دير الزور، نزحت لهون على إدلب، صار لي تقريبا سنة وسبع شهور. جيت فتحت محل هون بإدلب بالرسم والأشغال اليدوية. طبعا الحمد لله رجعنا نمارس هاي المهنة بعد انقطاع دام سبع أو ست سنوات تقريبا لظروف الحرب. اشتغلت الجسر المعلق بدير الزور، هو من تراث مدينة دير الزور اللي الآن هو هدم. اشتغلت ساعة إدلب، بعض الأمور تتعلق بالتراث والفلكلور السوري حاولنا إن شاء الله نحييها، ولازلنا مستمرين على هذا العمل الفني. صار لي هون تقريبا سنة وسبع شهور مفتح هذا المحل، محل صغير طبعا الحمد لله رب العالمين، وما في إقبال زيادة على هيك شغلات تعتبر جديدة على المجتمع هون،